أنا محمد، عمري 28 سنة، مهندس معماري. كنت بعاني من الإدمان وافتكرت إن حياتي وقفت على كده، بس اكتشفت إن حياتي ابتدت لما دخلت مصحة. فكرتها نهاية حياتي بس طلعت بداية حياتي. هحكي لكم حكايتي. دكتورة ندى، في برا حالة جديدة. تمام أنا سامعة. خلاص يا مديحة، روحي أنتي وأنا هاجي وراكي. وبما انك بقى شاب وسيم وكده، يبقى ليه ضيعت نفسك بالمخدرات؟ لا، والاهم من كل ده بقى، عندك عزيمة تتعالج ولا لا؟ تقدري تقولي كده يمكن اه ويمكن لا. نعم. ودي فزورة وانا بقى المفروض احلها على كده؟ ممكن سؤال غلس شوية؟ ارغي يا عم الامور. ايه ده امور؟ وارغي كمان؟ ماشي ماشي. هو انت متأكدة انك الدكتورة؟ انا حاسس بصراحة اني قاعد في سوق. ايوة انا الدكتورة ندى، وبعالج المدمنين اللي زيك. وعمري 25 سنة. اه ده انت بتزليني بقى، يعني حاجة زي كده. ايه ده؟ طب بقولك ايه، ممكن تقعد على السرير؟ لان شكلك كده بدأت تحتاج للجرعة. لا مش قادر، حاسس دماغي هتنفجر. اتصرفي، مش قادر، اتصرفي بسرعة. اوكي اهدى بس شوية. بص بقى، انا ما بحبش اعالج المريض بتاعي بعلاج اصلا والكلام ده كله. انا بخلي مريضي يسيطر على نفسه ويخرج من اللي هو فيه ده بكل سهولة، زي ما تقول عني كده ملائكة الرحمة. اه ملائكة الرحمة. بقولك ايه، شكلك كده مش مصدقني صح؟ بطلي هزار دلوقتي، مش قادر. حاضر حاضر. طب قوليلي ازاي هتخليني ابطل؟ انا بجد مش قادر، مش قادر. بقولك ايه، انتي شكلك جاي تهزري. لا، ما تخافش هعالجك. قولي بقى اسمك ايه، احكي لي كل حاجة عن نفسك. انا شكلي جيت المصحة الغلط، مش قادر، مش قادر. والله؟ طب انت جربت اصلا تشوف انك كنت في المصحة الغلط ولا لا؟ احنا كده دايما يا بني ادمين لازم نحكم على الشخص من غير ما نعرفه. احكي لي بقى عن نفسك. شوف يا دكتورة، انا اول مرة اشوف دكتورة باردة كده، بس انا برضو هحكي لك ونخلص. انا اسمي محمد وعمري 28 سنة ومهندس معماري. طب ما انت حلو اهو، مالك بقى؟ اوعى يكون الشيطان بيجيلك بالليل ويقولك العب يلا، ارقص يلا، وتقوم وترقص له. ايه ده؟ بجد انا بدأت اشك في امرك يا ست انتي. طب بقولك ايه، ما تيجي نلعب كوتشينة. نعم كوتشينة ازاي يعني؟ وانا جاي هنا بقى عشان العب؟ ما كنت لعبت في بيتنا احسن. قوم بقى، قوم بس، فز اتحرك كده، خد ودي بشكل ودي يا مان. ايه ده، في ايه؟ لا، انتي مش طبيعية. ايه بقولك قوم يلا يلا يلا. ماشي يا ريسة. ايوه كده. بقولك ايه بقى، نلعب بصرة ولا ايه بالظبط؟ انت بتحب تلعب ايه؟ لا، انا بحب الشايب قوي. يبقى تستحمل اي حكم مني. قشطة يا اسطى. لا مش طبيعية، قشطة. ويا اسطى ده منط مستقبلي على ايدك يا دكتورة. يلا بس والعب بقى، بلاش هروب، شكلك كده خايف انك تخسر يا مان. يلا بقى، اصل بصراحة لا مقاومة لجمالي. ايه ده، ايه الست دي؟ يلا. لا، انت كده فاشل قوي. بقولك ايه، ما خدتش بالك من حاجة؟ لا انا خدت بالي فعلا.
برافو عليا، انتي خساره يا بنتي، انا ادوش في البلد دي والله. ايه ده، على ايه بقى؟ يا عم ما انا قلت لك اني بعالج مريضي بطريقتي الخاصه. انتي قصدك على كده؟ تصدقي فعلا انا مش مصدق نفسي. عشان تدعي لي بس. اكيد. طيب هروح اجيب لك انا بقى الغدا بتاعك. ندى وهي ماشيه محمد مسك ايديها، وقبل ما تمشي بتلف ندى وبص على ايده اللي ماسكه في ايديها، وحست باحساس لاول مره في حياتها تحس بيه، قلبها كان بيدق جامد قوي. دكتوره ندى. ايوه. شكرا لاني خرجت من المود. معاك الدكتوره ندى الساحره. صحيح، انا ازاي نسيت انك خسرت ولازم عاقبك. احمد وهو ماسك ايديها قرب من عينيها وبصلها جامد قوي، وحس ان في حاجه غريبه بتتحرك جواه، احساس غريب اول مره يحس بيه، وهي لقيت نفسها لسه ماسكه في ايده، وحست بمشاعر غريبه جدا، وقالت لنفسها معقول احس بالاحساس ده واول مره اشوفه؟ وايه بقى العقاب؟ ارفع ايدك لفوق، وقف على رجل واحده، يلا. ايه ده، احنا في مدرسه ولا ايه؟ يا ستي انا فاكر العقاب ده لما كنا بنتاخر على الحصه او نحل غلط، ساعتها بقى كان هو ده العقاب. هو احنا في حصه ولا ايه؟ ارفع ايدك لفوق، لا داعي للمقاومه. لا ده كده انت ناويه تقبضي عليا بقى. وبعدين بقى، ها نفذ الحكم يا ولد انت. حاضر. ها حلو كده، مش كفايه بقى؟ تصدق شكلك مسخره. استنى ناخد سيلفي وانت متعاقب كده، دي الصوره دي لوحدها هتطلع ترند. ايه ده، ايه ده، ده بجد بقى ولا ايه؟ ايوه ايوه يلا اضحك، يلا بوز البطه. انا كان مالي ومال الادمان بس، وعلاجه يا ناس، وايه الجنان ده؟ كفايه عليك كده، في حالات تانية مفروض اشرف عليها. يا سلام. محمد فضل واقف مكانه وسرح فيها جامد جدا، وبعدين قال لها هو انت ازاي كده؟ ايه ازاي كده؟ ايه على اذنك بقى. ها ايه يا ندى، مالك؟ ايه اللي بيحصل لك ده؟ هي ازاي شدتني ليها كده؟ ومال قلبي مش عارف في ايه. ايه يا محمد مالك، في ايه؟ الله. عدت الايام وكانت ندى مشرفة على حالة محمد، وكانت بتحاول تخليه يتغلب على المخدرات، وطبعا قربوا من بعض جدا. ها بقى حاسس بايه دلوقتي يا اسطى؟ اسطى بقولك ايه، انا عايزة اقولك حاجة. ارغي بقى. ندى انا لو بتحسن فانا بدأت اتحسن بسببك وعشانك انت. ايه عشاني انا؟ ايوه عشانك. ايه؟ طب محمد انا لازم اخرج دلوقتي، في واحدة صاحبتي مستنياني. تمام ماشي. ايه يا بت يا ندى، هو ما فيش غير محمد اللي انت على طول عنده ده ولا ايه؟ بس بصراحة الواد مز قوي ابن الايه ده. لما ريهام صاحبة ندى قالت الكلام ده، ساعتها ندى حست بغيرة جامدة جدا، وقالت لها ايه ده، انت ازاي تتكلمي كده يا دكتورة؟ ايه ده ايه ده ايه ده مالك؟ وده من امتى يا ندى؟ احنا ما بنصدق اصلا نلاقي حد ونتنمر عليه او نعاكس فيه. في ايه بقى؟ اوعى يكون اللي في بالي، اوعى يكوني حبيتيه. ايه احب ايه؟ ها انا احبه؟ لا طبعا يعني. بس الواضح بقى ان عكس كده. بقولك يا دكتورة ندى، ما تنسيش ان ده مدمن. ها ايه يعني؟ ايه مدمن يعني؟ ما هو هنا عشان يتعالج. لا والله. شكلك كده وقعتي يا ندى. طب وتفتكري بقى باباكي سيادة اللواء هيوافق على علاقة بنته مع مدمن؟ ايه ده، لو سمحتي اتكلمي عدل على محمد يا ريهام، على فكرة هو مهندس يعني مش وحش. لا لا لا، ده انت شكلك عقلك اتلحس خالص. هاي انتوا يا ناس، انتوا يا عالم، انتوا يا خلق اللي هنا، انا جيت يا بشر. ايه انتوا فين؟ اهلا بالدكتورة الحلوة بتاعتنا، كنت عايزك في موضوع. اول ما اجي كده يا اخويا. لمده قوي شكلها الاسطوانة بتاعت كل يوم. قولي بقى
مين الضابط شافني وعايز يتقدم لي. يا بنت ما انت حلوه وطلعتي ذكيه اهو، امال بيقولوا عليكي ليه غبيه كده يا بابا؟ ماشي، ها قولي بقى مين اللي متقدم لي. اه الرائد علي شافك وطلب ايدك مني. يا ريت يا بنتي تفرحي قلبنا بيكي بقى، ده الواد زي السمنه وعسول قوي. بقولكوا ايه، انتوا عارفين رايي كويس، يلا تصبحوا على خير يا احلى ماما وبابا، باي باي. دخلت اوضتها وقعدت على سريرها ولقيت نفسها عماله بتفكر في محمد، وقالت ايه يا ندى، شكلك وقعتي بجد ولا ايه؟ يا لهوي ده انا شكلي بحبه بجد، يا لهوي يا لهوي ده ابويا لو عارف هيموتني. تاني يوم ندى صحيت ولبست وراحت على المستشفى، واول حاجه راحت عليها هو محمد، واول ما شافها شدها ناحيته وقرب منها. ايه ده محمد، هو انت بتعمل ايه؟ هو ينفع اقولك انك وحشتيني؟ ايه انت قلت ايه؟ قلت وحشتيني. محمد انت كويس؟ كويس ولا ايه؟ صح بقى مالك. محمد قرب من ودنها وقال لها بحب، شكل القلب وقع فيك يا ندى. ندى قلبها كان بيدق بسرعة قوي لدرجة انها حست ان محمد سمع صوت دقات قلبها. محمد كفاية بقى، كفاية هزار، ممكن بس بقى؟ انا بحبك يا ندى، بحبك في الفترة الصغيرة دي، انا حبيتك قوي، تقبلي حب واحد مدمن زيي؟ طب بقولك ايه، ما تيجي نلعب في الجنينة بتاعت المستشفى. يلا بقى يلا يلا. ندى ومحمد خرجوا على الجنينة وفضلت تلعب وتتنطط زي العيال الصغيرة بالظبط، ومحمد واقف بيبص لها وبيضحك. ايه ده، دي عيلة صغيرة، انا شكلي اغير رأيي، حبيت مجنونة يا ناس. مش عاجبك ولا ايه؟ انا اقدر اعترض برضو؟ ايوه كده شطور. ندى انا فعلا حبيتك. هو انت متأكد من احساسك ده؟ على فكرة دي ممكن تكون مرحلة انتقالية في حياتك وعايز تملي الفراغ بتاع المخدرات، صح ولا ايه؟ ده بقى على اساس انك برشامة ترامادول؟ او يمكن اكون حتة حشيشة ولا ايه؟ على فكرة انا حبيتك انتي بهبلك بجنانك، جنانك اللي جنني ده، حبيته وادمنتك وادمنت قربك ليا، حاسس ما بقتش قادر استغنى عنك. في الوقت ده ريهام كانت واقفة وبتتفرج عليهم وحست بغيرة جامدة جدا وصورتهم فيديو. على فكرة انا كمان بحبك قوي، بس صراحة مش عارفة ازاي. زي الناس يا ستي. بحبك يا دكتورتي. بحبك يا مريضي. بقولك ايه، انا عايزة اتعالج في اسرع وقت عشان اجي واتقدم لك، ممكن؟ ايوة طبعا، ما انت اتدبست خلاص، انا بقولك هو من دلوقتي مفيش هروب، ده انت لو فكرت بس تهرب هروح واجيب ايد هون واديك على دماغك، اجيب لك ارتجاج في المخ على طول كده وقتي. ماشي يا ستي، دي احلى تدبيس على فكرة في الدنيا. تسلم يا صاحبي. ايه ده ايه ده، استنى استنى، صاحبي طب، صاحبي طب، ده الشقيق بحبه حب، اللي بينا عيش وملح، مش حريم وكاس وشق. بس ايه ده، هش هش هش، اسكتي خالص، الناس هتتفرج علينا يا مجنونة انتي. ما تتفرج، ايه المشكلة يعني، واحدة وفرحانة بصوتها، فيها حاجة دي؟ هو ده صوت ده الناس دول لو سمعوكي هيغمى عليهم وهيبطلوا غنى. يا سلام، على فكرة بقى انا بعرف اغني وناس كتير قالت لي صوتك حلو قوي ولا ايه؟ بقولك ايه، شكلك كده مش عاجبك. لا لو مش عاجبك قول قول، ما تخافش اعترف، الانكار مش هيفيدك. ايه ده، في ايه، هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه المجنونة دي، يا عالم يا خلق، حد يشيل البت دي من هنا، اتجنني معاها. ايه ده ايه ده، انت اللي مجنون على فكرة. بقولك ايه، ارفع ايدك لفوق وسلم نفسك. طب والله انا حاسس اني مطلوب القبض عليا، انت كان نفسك تطلعي ضابط يا بنت انت ولا ايه؟ ياه بصراحه بقى انا كان نفسي اكون ضابط شرطه وامشي على الحيطه واتعلم فنون القتال. يا سلام، هاي ايه ده ايه ده، اه هتشل. يا حظك يا محمد،
بقولك ايه، انا شكلي وقعت في مجنونة ولا ايه؟ انا لحد دلوقتي شاكك انك واخدة الطب ده من تحت السلم. انت يا بت واخدة الطب ده ازاي؟ هموت. بقولك ايه، ايوة هم عطفوا عليا، اصلا انا كتبت لهم في ورقة الاجابة. يا عمو نجحني بليز يا عمو، بالله عليك احسن مامي تتطلق بسببي وانا اتشرد واشم كله وذنبي يبقى في رقبتك يا عمو الحاج. ايه ده، في ايه يا جدعان؟ حد يشيل البت دي من هنا، خلاص انا كرهت حياتي، مش عايزة احب. شكرا. اسمع دي بقى. ايه هتعملي ايه تاني؟ اسمع بس، اصل انا بحب ابقى مذيعة في نفسي قوي. نعم. تعبت يا خرب بيتك. اسمع واسكت. يامي دي هتاكلني. اخواتي الاحباء، مستمعيني الكرام، انا النهارده جايبه لكم حكايه شاب امور قوي وكيوت في نفسه واسمه محمد. بيقولك كان في واحد فاكر نفسه لما يحب دكتوره الواد ايه هيبقى خبره ومعلومات وعال العال، بس المصيبة بقى انه بعد ما تنيل على عينه حبها اكتشف انها مجنونة، وبدل ما يخشوا دنيا دخلوا دنيا المجانين. ايه ده ايه القلش ده؟ هو انا كده المفروض اضحك؟ تضحك، ما تضحكش ليه يا اخويا؟ ليه ان شاء الله لازم اضحك؟ لا على فكرة مش لازم اضحك. لا لازم تضحك عشان انا رخمة قوي. لا وغلسة كمان. ايه ده هو في ايه يا جدعان؟ دكتوره ندى انت فعلا دكتوره؟ لا بهزر معاك. طب تصدقي بقى انا متاكد انك بتشتغلي هنا نفسك. لا يا غبي بشتغلك انت. لا كده كتير. ايه ده، خد يلا هنا، خد يلا اقول لك، بس تعالى. بقول لك ايه، تعالى هنا. لا دي مش دكتورة خالص. يلا كمان، ايه ده؟ تعالى بس اقولك، وديني الملاهي. يلا ايه ده؟ يوه، طب امشي يا ندى، امشي قدامي. يلا شكلك وقعتي على دماغك وانت صغيرة. بقى كده انت بتقول عليا هبلة صح؟ فشر يا حبيبتي، انت مستشفى المجانين بحالها. شهادة اعتز بيها على فكرة، بنت مجانين على فكرة. يلا زي شاطر كده ارجع على اوضتك. يلا يا ولا. تفتكري بقى يعني عادي كده هرجع على الاوضه بعد اللي انت عملتيه فيا ده؟ ايوه امال ايه. بحبك يا مجنونه. وانا كمان. بقولك ايه يا باشا، يا باشت البشوات، انت مش معنى اني دكتوره كيوتو زي القمر كده تاكل بعقلي حلاوه. اقولك انت ممكن تاكل بعقلي مربى، ما عنديش اي مانع، بس بالفراوله. لا او ممكن اكل لانشون. ايه القلش ده، رخم قوي على فكرة. ما انت اللي بتقلش وعلمتيني ام القلش ده. بس بقى الله، بقولك ايه، شكلك كده جعان، اقولك حاجة، اجيب لك سندوتشات حلاوة واربعة كيلو قشر موز واجي ازورك. ايه ده هو انت جاية تزوري نسناس ولا ايه؟ احلى نسناس يا ناس، يا نسانيس وانت. ايه ده، بلاش الكلام ده بقى. الله يا ختي، بتتكسفي يا جميلة. اسكت. طب خلاص انا سكت اهو، ويلا بقى يلا على اوضتك. ده انت لو امي مش هتقولي كده، ما تمسكيلي الشبشب احسن، ولا تجيبيلي كوباية لبن قبل ما انام، ولا اقولك تعالي اغسليلي رجلي. ظريف، امشي يلا على اوضتك، امشي بدل ما شقك نصين. ايه ده، والنبي يا ناس، ده ما دكتور. بذمتك يا باشا، تعال اقولك حاجة، هي دي دكتور هنا؟ انتوا متأكدين؟ ايوه الدكتورة ندى. يعني انت عارفها عادي؟ ايوه. طب مش عارف عنها حاجة كده؟ لا مالها، ما هي زي الفل اهو، دي الدكتورة ندى يا ريس. بس تعال اقولك حاجة على جنب، هي هبة شوية، لا شويتين تلاتة، ساعات كده تلاقي الجنان ايه اشتغل معاها حلو. يعني هي من زمان كده؟ يا عم هتتأقلم ما تخافش. حبيبتي يا استاذة ندى، بحبك والنعمة، امشي يلا. سمعتك. انا اسف. امشي بسرعه على تاكلك، تاكلني انا بس، دي تاكل المستشفى كلها، دي مجنونه يا عم. سلام بقى. شفت يا محمد الكلب، خليتهم يقولوا عليا مجنونه. اصل الموضوع جديد عليكي، احنا اسفين معلش.
ايوه طبعا، امال انا مجنونه ولا ايه؟ ده انت ام المجانين. يلا سلام. انا ايه ده رخم قوي يعني. المجنونه قال ده انا مفيش اعقل مني. بس طقه شويه. يا سلام عليكي، عسل يا ندوش، بس رخم حبتين. هموت، انا عسل قوي. محمد اخيرا دخل على اوضته، وطبعا كان الجنه خلاص من اللي هي عملته فيه. وندى راحت تلف على الحالات، وكانت مبسوطه قوي وفرحانه جدا ان هما بيتحسنوا. وريهام بقى كانت قاعده في مكتبها، وكان باين عليها الغل والحقد بطريقه مش طبيعيه، وقعدت تقول ماشي ماشي يا ندى، انا هوريك يا ست ندى، اما وريتك. صحيح، نسيت اقولكوا ان ريهام دي بقى بتغير من ندى جدا جدا جدا، مع ان محدش وقف معاها غير هي ندى وبس، وندى خلتها وقفت على رجليها، وهنعرف مع الوقت اذا كان ممكن ريهام دي تتغير ولا لا. محمد كان قاعد على سريره وكان عادي بيفكر في ندى، وفجأة جات له الرعشة، وقعد يترعش جامد جدا، والموضوع كان زايد عليه قوي، وهو حقيقي مش عارف ليه. ايه ده محمد، مالك؟ ايه ده يا حبيبي، هتبقى كويس؟ مش قادر الحقيقة يا ندى، انا حاسس بنار، مش قادر. اتصرفي، اديني جرعة يا ندى، جرعة حتى بسيطة لو سمحتي يا ندى، مش قادر بقولك. يا محمد قوم عشان خاطري، انت خلاص كنت بتخف، ايه اللي حصل لك؟ عشان خاطري. طب بقولك ايه، اخرجي بره، انا مش عايزك تشوفيني في الحالة دي، اخرجي بره. مش هسيبك كده، انت فاهم؟ مش هسيبك. بقولك اطلعي بره، مش قادر اسيطر على نفسي انا، ده بموت. لو عملت ايه؟ مش هسيبك وانت بالشكل ده يا محمد، انا هفضل جنبك. محمد ما تضربش دماغك كده يا محمد، ايه ده؟ عشان خاطري يا محمد ايه ده؟ بقولك اخرجي وسيبيني، اخرجي. مش هسيبك قلت، مش هسيبك. طيب اوه كده يا محمد، بقولك اخرجي يا ندى، اخرجي، هعمل حاجات مش هتحبيها. لا يا محمد، ايه ده بس؟ اوه هو في ايه، مالك؟ طيب انا راضي انك تضربني وتكسرني كمان، بس مش عايز اشوفك كده يا محمد. وبعد مرور وقت بسيط محمد هدي شوية وقال لها انا اسف، انا اسف جدا يا ندى، كان يتقطع ايدي قبل ما اضربك. ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، المهم انك عدتها. عارفه يا ندى، انت كبرتي في نظري قوي عشان استحملتي حاجه صعبه زي دي. اولا انا دكتوره، وبعدين انا حبيتك بقلب بايع كل الدنيا، ومش عايزه غيرك انت، والله بموت فيك. طيب انا بقى المفروض اروح؟ ممكن تخلي بالك من نفسك. حاضر، بس انت كمان تخلي بالك من نفسك. ماشي، اوكي، باي باي. باي يا حبيبي. ندى روحت على بيتها ودخلت تنام، واول ما صحيت كانت فرحانه قوي وقلبها بيرقص، وخارجه لاهلها وهي مبسوطه جدا، بس اتصدمت اول ما شافت اهلها قاعدين ومكشرين جدا. يا خساره يا خساره يا ندى، يا الف خساره. ايه ده في يا بابا، ايه اللي بيحصل؟ يعني مش عارفه في ايه. انت يا ندى، انت تكسريني كده؟ لا 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 لا، انا مش فاهمه حاجه، هو في ايه بالظبط؟ خدي خدي الفيديو ده وشوفي بنفسك. ايه ايه يا صاحبي، ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. جبت لك الامانه، خد يا صاحبي زي ما اتفقنا، امسك، انا عارف انك هتموت على الجرعه، يلا اضرب. في ايه يا بابا، انا عملت ايه غلط؟ وبعدين مين اللي صورني الفيديو ده؟ نعم، يعني هو ده بس اللي همك؟ بجد يا خساره يا ندى، رايحه تحبي مدمن عندك وعايزه تكسري رقبه ابوكي يا ندى، حرام عليكي. لا يا بابا، ما اقدرش اكسر رقبتك، بس انا حبيته هو، وبعدين يا بابا ده مهندس معماري وانسان ناجح في شغله جدا،
الظروف بس اللي عملت فيه كده، وهو دلوقتي بيتعالج وخلاص قرب يبقى كويس. يبقى ليه عايزنا نحكم عليه من دلوقتي؟ ليه يا بابا؟ ليه؟ أنا بحبه، أرجوك بلاش تحرمني منه. أنت عارف كويس قوي إن أنا عمري ما حبيت. يا ماما قولي أي حاجة، أرجوك يا ماما. أنا يعني أول ما القلب يدق كده عايزين تحكموا عليه بالإعدام؟ أبوكي معاه حق يا ندى، بترفضي عرسان زي الورد عشان واحد شمام؟ أنت اتجننتي؟ يظهر كده إني دلعتك قوي. اسمعي بقى، مفيش شغل تاني يا ندى خلاص. يوم ما فتحتلك المستشفى دي قلت اساعدك وحققلك نجاحك اللي كان نفسك فيه، بس للأسف انت عملتي عكس اللي كنت بتمناه. رايحة تحبيلي فيها واحد مدمن؟ انت اتجننتي خالص. لا 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 يا بابا، انت عارفني كويس وعارف شغلي كويس، انا بجد اول مرة في حياتي اعصي فيها كلامك. سامحني يا بابا، انا اسفة. بس انا يا سيف لما طلبت منك ده كان من فترة كبيرة، لكن دلوقتي خلاص انا ببطل ومش عايز ارجع تاني. يا عم تبطل ايه بس، بقولك ايه، خد لك كده سطر عشان تعدل الجمجمة. انا عارف انك كنت هتتجنن عليه، يلا بقى شد لك سطر. وعلى فكرة يا صاحبي، اللي بيمشي في الطريق ده صعب يخرج منه، أصل الإدمان بيجري في دمنا. يو يا سيف خلاص بقى، قلت لك مش عايز حاجة. على عموم الكيس معاك، على فكرة أنا عارف إنك هتضعف. يا عم روح بقى. بعد ما سيف مشي محمد طلع كيس البودرة وفضل يبص عليه وحس بضعف كبير جدا، وكان إيده عمالة تترعش وعمال يفكر ياخد ولا لا، ولسه فعلا هياخد. ايه ده اللي في ايدك ده؟ انت بتعمل ايه؟ ها رد. لا 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 مستحيل، انا وقفت في وش ابويا النهارده عشانك، وانت رايح تضيع كل اللي انا عملته في ثانيه؟ ليه وازاي وامتى؟ رد. لا يا ندى ما تفهمنيش غلط، انا عمري ما كنت هعمل كده، انا بحبك وعايزه اتعالج عشان حبك اللي ساكن في قلبي، وانا لو ادمنت حاجه فعلا فانا ادمنت حبك انتي. انتي فهماني يا ندى؟ بس انا مش هعرف اصدقك، انا مش مصدقاك، انا شايفاك بعيني وانت ماسك البودره. بقولك والله العظيم ما خدت حاجه ولا كنت هاخد حاجه اصلا، صدقيني لو سمحتي. انا مش مصدقه. لا يا حبيبتي بلاش تعيطي، انا اسف بس صدقيني انا عمري ما كنت هعمل كده. اسف ازاي يا محمد؟ كنت عايز تحطم ثقتي فيك بسهوله كده. معلش سامحيني واوعدك اني مش هعمل كده تاني، وانا اصلا والله ما عملت كده. بقولك ايه، انا عايز جلسات مكثفه عشان اتعالج، اتعالج بسرعه عشان اخرج اتقدم لك في اقرب وقت. ايه بجد يا محمد؟ ايوه بجد، انا ما بقيتش عايز غيرك في الدنيا دي كلها، انا عايزك انتي وبس يا ندى. ساعديني عشان خاطري، ساعديني اقاوم الفتره دي، وانا هدوس على نفسي عشانك، بس خليكي جنبي عشان خاطري. انت عارف يا محمد، انا النهارده بابا قال لي لازم ابعد عنك، وبعدي عنك يعني موتي. لا لا مستحيل مستحيل اسيبك ولا انتي هتسيبيني، انتي فاهمه؟ ايوه فاهمه. اوعي يا ندى اوعي تسيبيني، انا خلاص ما بقتش عايز غيرك. مش هسيبك، انت حبيبي. ماشي يلا بقى شوفي شغلك عشان عايز اخرج من هنا بسرعه بقى. اوكي انا بقى قررت النهارده نعمل حاجه جديده. ويا ترى بقى ايه القرار المجنون اللي هتطلعي جنونك عليا فيه؟ ايه رايك نخرج نلعب بره اليوم كله؟ ها قلت ايه؟ ايه ده يا ماما، احنا كده هنبقى عيال صغيره وماله؟ يلا بقى ربنا يستر. يلا بس بقولك ايه، اوعي تشليني. ما تخافش بقى خليك جامد كده ويلا ثق فيا بس. اه ماشي. ندى ومحمد فضلوا يلعبوا بالكره شويه في الجنينه، وكل ما ندى تقع محمد يشيلها بسرعه، وهكذا. بحبك
بحبك يا دكتورة. وأنا بحبك قوي يا أختي، جميل والله. عارفة أنا في يوم كده هموت ناقص عمر. لا يا عم ما تقولش كده، ألف بعد الشر عليك. بقولك يا صاحبي، أنت دخلت خلاص عالم حياتنا ده، عارف ده معنى إيه يا باشا؟ هيا بشت البشوات، هيا نجم النجوم. إيه ده؟ في إيه؟ أنت إزاي بتتكلمي كده؟ هو أنت أخو البت ندى الدكتورة؟ أخوها إيه يا عم؟ أنا ندى الله؟ طب يا حبيبتي، هو أنت بعد المستشفى بتشتغلي على ميكروباص؟ اعترفي بس، ما تقلقيش من حاجة. أيوة أيوة، أنا بشتغل على توك توك، صبرك عليا بس، ده أنا هجلطك. يا لهوي، توك توك مرة واحدة، يا لهوي يا لهوي. إيه مالك، في إيه؟ مصدوم ولا إيه؟ أول مرة تشوف بنت قمر زي كده بتشتغل على توك توك ولا إيه؟ لا لا، أنا تعبت من البت دي، يا ناس، يا هو، حد يشيلها من هنا. خلاص بقى، هنهزر ولا إيه؟ ربنا يهديك يا شيخة، أنت عارفة هنا ده؟ أنا حاسس إن إحنا لو اتجوزنا هنخلف عيال نازلة عشان تروح على مستشفى المجانين عدل، مش بعيدة ليا ابني بيمشي على السقف، ولا البت الصغيرة ماشية على رجليها وإيديها. أيوة ما كده بتزحف. لا لا، زي القرد. إيه يا ولا الظرف ده؟ على فكرة بقى هيطلعوا كيوت زي أمهم العقلة الراسية. أوه الله عليا، خمسة خمسة في وش الحسود. إيه ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. آه البت دي مطرقعلي دماغي، خلاص مش قادر. طب بقولك إيه بقى، أعمل حسابك كده من يوم ما قلتلك بحبك وإنت ليا، خلاص فاهم؟ أشوفك بس يا محمد واقف مع واحدة كده أو كده، والله هنط في كرشك وأسامك نصين. يا شيخة ما خلاص بقى، الفار وقع في المصيدة. اصلا ما اقدرش ابص لغيرك، ده انت تاكليني. بتقول حاجة؟ لا يا روح قلبي، ما بقولش حاجة طبعا. ايه ده ايه ده ايه ده، مش عيب تلعبوا من غيري؟ ايه ده ريهام، ازيك يا ريهام؟ اه ريهام. ايه يا محمد اخبارك ايه؟ ما كنتش عارف انك دكتورة هنا. وانتوا بقى تعرفوا بعض؟ ريهام كانت صديقة ليا. طيب اوكي، على اذنكو انا. سلام. ايه ده بقى يا محمد، ايه ده؟ في ايه؟ تعرف البت دي منين؟ هموتك يا محمد، هموتك، قول بسرعة. ايه ده يا امي، ايه ده يا صلاح، بلاش تهور، والله عادي، دي كانت صديقة ليا، واحدة ملهاش لازمة يعني. والله طب ويديني لو شفتك بس واقف معاها تاني لوريك، وعلى فكرة بقى هراقبك. ماشي يا ستي، راقبيني براحتك. انا رايح اوضتي. سلام. روح يا اخويا، ما ده اخرك، صبرك عليا بس. ايه يا ندى، لسه ماشي ورا عواطف قلبك برضو؟ يا ريهام ايوه، واتمنى بقى انك انت كمان تحبي عشان تعرفي يعني ايه الحب. يا صاحبتي ياللي رحتي تقولي لبابا على علاقتي بمحمد، هو انت فاكره اني مش هعرف ان انت اللي عملتي كده؟ على فكرة أنا وقفت جنبك بنية صافية، رغم أني عارفة أنك بتكرهيني من جواكي من وإحنا لسه في الكلية، بعملك زي أختي وكأن المستشفى بتاعتك، وأنت كل يوم حقدك ليا بيزيد. بس هقول إيه بقى، حاجة جواكي مش هتتغير، بس برضو أنت صاحبتي اللي بحبها. لا يا ندى، أنت فهمتي غلط، أنا مش كده. تصدقي بقى أنا الأول مرة في حياتي أفهم صح. على إذنك. هموت. ماشي، إما وريتك ما بقاش اسمي الدكتورة ريهام، وهتشوف يا محمد أنت كمان، هتشوف أنا هعمل فيكو إيه. إيه ده أنت بتشتغل؟ طب كويس والله، تصدق بقى أنا مبسوطة قوي إنك بدأت شغل من هنا. يا ستي قلتلك إني هدوس على نفسي لحد ما تعالج، شفتي بقى انا قد كلامي ازاي؟ طب كويس والله. بقولك يا حبيبي انا لازم امشي دلوقتي عشان بابا حاطتني في دماغه قوي، مع اني مش قادره اسيبك. بحبك يا حبيبتي، وانا بموت فيك يا حبيبي، خلي بالك من نفسك، وعلى فكره خلاص هانت، كلها ايام
وكرسي الجلسات بتاعك يخلص خلاص. يا ريت يا ريت يا ندى، أمنية حياتي. أوكي يا حبيبي، إن شاء الله. يلا باي باي. ازيك يا بابا دلوقتي، عامل ايه؟ بقولك ايه، في عريس جايلك كمان ساعة، يلا جهزي نفسك. ينور، بس انا مالي يعني؟ نعم، ازاي يعني انت مالك يا بنتي؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ بابا ماما تصبحوا على خير. معلش مش هقدر اكون موجودة في القعدة دي، اصل مش انا العروسة، ولا انا برضو للباء والشراء عشان تبيعوا فيا من غير علمي، وانا ما عملتش اي حاجة غلط اصلا عشان يحصل كل ده. والحب لا عيب ولا حرام، هو عايزني وانا عايزاه. يلا بقى لازم ادخل انام، وبلاش تجارة فيا. تصبحوا على خير. ايه ده، انت جننتي ولا ايه؟ ازاي تتكلمي مع ابوكي كده؟ ها اقفي وكلمي معايا. بقولك ايه، انت هتخرجي للعريس يعني هتخرجي له، وده اخر كلام يا ندى، سامعاني؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يا بابا، انت استحالة تعمل فيا كده، عشان دي حياتي أنا، والمفروض أنا اللي اختار. انسي انسي يا ندى، لو آخر واحد في الدنيا، استحالة تتجوزي واحد مدمن، انت سامعة؟ بقولك ايه، انت بنت الله عبد الحميد، وهتقابلي العريس النهاردة، يعني هتقابليه. خلاص يا بابا، وأنا مش هعصي أوامرك. اوكي حاضر يا بابا، انا هقابله. برافو يا بنتي شاطره. ايوه كده، ريحي قلب ابوكي. ماشي يا بابا، على اذنك عشان احضر نفسي. وديني وديني لوريكوا كلكوا. ماشي، اما طفشتوا. يلا يا ندى يا حبيبتي، يلا بتعملي كل ده ايه؟ اوكي يا ماما، بلبس اهو جايه. ماشي بسرعه بقى. اتفضلوا، اهلا وسهلا بيكم. يا بنت الجزمة، يا ندى الكلب اللي انت عاملاه في نفسك ده، وديني لو وريها. ايه ده ايه ده اللي هي عاملاه في نفسها ده؟ الله، امال ندى هتخرج امتى يا طنط؟ هي دي الخدامة مش كده؟ خدامة في عينك يا بعيد، انا ندى. ايه رأيك في الستايل الجديد؟ هفضل بيه على طول. ايه ايه يا عم الكلام ده؟ طيب نسيبكوا تتكلموا شوية مع بعض. ايه ده، في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هو انا مش عارفك يعني يا ندى؟ ما انا عارف شكلك كويس. اصلي في سر خطير للغايه، واهلي ما يعرفوش بيه. وهو ايه بقى السر ده يا اختي؟ انا عندي حاله نفسيه، وساعات بمشي وانا نايمه، ومش بس كده، لا ده انا ممكن ارتكب جريمه وانا نايمه خالص ومش حاسه بنفسي. طب اقولك على سر، انا مره كنت نايمه وصحيت من النوم ورحت وقتلت قطه، ومن يومها بقى والقطه دي بتطلع لي روحها وعايزاني اقتل ناس كتير قوي. وفي مره رحت خنقت ابويا من غير ما احس، وساعات بقى نفسي بتهفني على القتل قوي. طب اقول لك حاجه بقى يا ريس، خد التيله بقى، لقيت نفسي هفاني على شرب الدم، دم البني ادمين. ما تستغربش، ايوه اصل كنت بتفرج على فيلم مصاصين دماء، ومن ساعتها اخدت اني لازم اتغدى وافطر على دم البني ادمين. يامي، طب ايه بقى؟ ها ابعدي عني، انا عايزه اقوم، والنبي انا عايزه امشي. تمشي فين؟ دي الليله لسه هتحلو يا اسطى. ايه ده، طب ما تشوفيلك حل في اللي انت فيه ده. اصل انت ما تعرفش كمان في حاجة مهمة قوي لازم اقولها لك، مش احنا برضو هنتجوز؟ بيني لا لا هنتجوز، اسمع بقى. اصل انا علي جن عاشق وقال لي لو اتجوزتي هقتل جوزك وقطعه شرايح زي شرايح البطاطس. ايه يا امي، هو انت اتحولتي كده ليه؟ ومال صوتك بقى زي صوتي كده ليه؟ ولسه انت ما تعرفش حاجة. لا يا ماما انا عايزة امشي، ابعدي عني يا ماما. ايه ده، في ايه؟ انت عملتي ايه في الراجل خليتيه يجري كده؟ ما اعرفش، كلمه يا بابا وهو هيحكي لك. انا عن نفسي كنت موافقة جدا.
ايوه طبعا هكلمه. الو، ايوه يا علي يا ابني، هو في ايه بالظبط؟ استاذ عبد الحميد، انا اسف جدا الصراحه كده، انا ما حسيتش معاه بالتفاهم، عقلنا مش زي بعض خالص. على اذنك يا عمي، مش هينفع، سلام، ولو سمحت ما تكلمنيش تاني خالص، سلام. ايه ده، هو في ايه بالظبط؟ شفت يا بابي بقى، ظلمتني، شفت ان هو اللي مشي لوحده الحيوان ده؟ ده انا حتى الجوهره وكنت موافقه، مش عارفه يعني غير رايه ليه. اه يا بنت الجزمه، ما انت طالعه للعريس كده. طب وديني، ما انا سايبك. خلاص يا بابا خلاص، بقولك تعالي هنا، ما تجريش يا بت. بقولك يا عبد الحميد، انت لو عملتلي اي حاجه هنتحر وهرمي نفسي من على السرير، وذنبي يبقى في رقبتك يا بابا يا مفتري. وبعدين بقى يا مان، ما تخليك كده فري وجميل وحلو يا والدي، وسيبني انام بقى يا عم الحاج، يلا اخرج واطفي النور. اه يا جزمه ماشي، وديني اللي اوريك. بعدها عدى كذا يوم ومحمد اتحسن، وريهام لسه بتنفذ في خطتها اللي بتعملها، وهنعرف بعدين ايه خطه ريهام وايه اضرار الخطه دي. وطبعا لسه اهل ندى مصرين على قرارهم انهم رافضين محمد خالص. بعدها بقى محمد خرج من المستشفى وخف الحمد لله، وراح عشان يقابل ندى. ندى، انا بحبك، تقبلي تتجوزيني يا ندى ونقضي باقي حياتنا مع بعض؟ ايه، ايوه موافقه، موافقه طبعا. وهو بالمره اكسب فيك ثواب. يخرب بيت ام اللحظه، فصلتيني يا شيخه، ده انت فظيعه. بهزر، ما اقدرش، ما هزرش. الله ماشي. ايه ده، ايه التورته دي؟ هو النهارده عيد ميلادك ولا ايه؟ لا يا ستي مش عيد ميلادي، اصل انتي بتبوظي اي لحظه رومانسيه. يوه، ايه قول. ماشي، انا كنت جايب التورته دي عشان النهارده يعتبر انا اتولدت من جديد، حبك ليا خلاني انسان جديد خالص. خلاص كفاية بقى رومانسية وتلزيق وكده. ماشي يا ستي عندك حق، ألف ألف مبروك. أنا عارف إن اتفقنا عليكم وكده، بس بعد حبكم ده أنا اعترفت بمشاعري لحبيبتي. بجد شكرا ليكوا قوي، احنا خدنا خطوة مهمة جدا بفضلكم. الله بجد، شايف، شايف يا محمد؟ شايف ايه؟ انتوا بتتكلموا جد يعني ولا ايه؟ دي قطعت عليا اللحظة. لا يا عم، بس بصراحة شجعتونا. واو، اوكي استنوا بقى. ايه عايزة ايه؟ استنى يا عم، هقدم فقرة الإذاعة. لا والنبي. شش. اوكي. طبعا كالعادة يا أساتذة، ندوش مصدر الحكمة والسعادة في كل بيت وفي كل مكان، ومعنا ده مش هتقدر تغمض عينيك من كتر الضحك. شكرا، شكرا ليا قوي، شكرا يا اخواتي واعزائي الكرام، شكرا. ايه ده، ايه ده، هي دي فقره كرتونيه ولا ايه؟ بس بقى طبعا لاذنكم احنا بقى. يخرب بيت هبلك، فضحتينا يا شيخه. بس بقى، مش هتقدر تغمض عينيك، دي كانت في قناه روتانا يا حبيبتي. روتانة ايه؟ اسكت انت، انت ايش فاهمك اصلا؟ انا برضو ماشي، انا بس نفسي اعرف حاجه واحده، هو انتي سواقه ميكروباص ولا توك توك ولا دكتوره ولا بتاعت اذاعه ولا ايه بالظبط؟ ايه ده، ونسيت الكوره كمان، انت يا بنت انت كنت بتعرفي تلعبي كوره، هو انت فيك ايه بالظبط؟ انا راكبني عفريت، اجري يلا احسن يجيبك من قفاك. يا بنت الهبله، استنى بس، خد يلا تعالى، ممكن اطلب منك طلب صغنون؟ لا اوكي شكرا قوي، عايزه اركب موتوسيكل. ايه ده، وانا بقولك لا على فكره، ليه بتطلبي بقى؟ بطل رخامه بقى، يلا ركبني موتوسيكل. تصدقي فكره حلوه، هي هبله بس حلوه، قشطه يلا بينا. يلا. ها مبسوطه جدا. طب بقولك ايه بقى، خدي معاد مع ابوكي بكره، ايه رايك؟ ايه ان شاء الله. ايه ده، في ايه، مالك؟ بصراحة كده يا محمد، انا خايفة انه يرفض. وليه بقى؟
ليه بتسبقي الاحداث يعني؟ ان شاء الله خير. يا رب يا رب يا محمد، انا خايفه قوي. ما تخافيش طول ما انا جنبك، انا حمايتك وضهرك، ما تخافيش. ها ماشي يا عم. ايه ده ايه ده، ايه السلعوه اللي بتبص عليك دي؟ بتبص عليك ازاي؟ اكيد انت كمان بصيت لها صح؟ يا ستي بصيت لها ايه بقى، انت هتلبسيني مصيبه وانا قاعد. اسكتي بقى. والله استنى بقى كده، انت يا بت معجبه بيه ولا حاجه؟ ايه عايزه رقمه؟ تعالي تعالي هديهولك، ما تخافيش يا بت. مالك؟ ايه ده، في ايه؟ انا اسفه جدا. شكلك ما عندكيش حبيب يا اختي، يملى عينك. ايه ده الطريقه دي؟ اوف اوف، تنحى ادفعي على منظرك. انت رهيبه يا شيخه، قلت لك اللي يفكر يبص بس عليك ساعتها شيل عينه من مكانها. طيب خلاص خلاص بقى يا امي، البت دي يلا تعالي اروحك بقى، تعالي يا لمضة. اوكي عينك في راسك يا محمد، على الله تبص يمين وشمال. ما تخافيش بقى. اوف. هاي ازيك يا بابا، ازيك يا ماما. بقول لكم ايه، في عريس جاي يتقدم لي بكره، واتمنى انكم توافقوا. يلا تصبحوا على خير. ايه ده، هي البت دي مجنونه ولا ايه؟ خلاص بقى اهدى ونشوف بكره ايه اللي هيحصل. ماشي اما نشوف. بعد ما محمد روحنا ده، روح هو كمان على البيت وغير هدومه وقعد كان بيفكر في ندى، وفجاه ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ انا كنت خفيت، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه، انا تعبان مش قادر، مش قادر. الحاله كده زادت قوي، في ايه بالظبط؟ الحاله عند محمد زادت قوي وكان تعبان قوي، بس افتكر كلامنا ده، طول ما عندنا عزيمة وإرادة قوية ساعتها هنقدر نعدي المستحيل، وانت لازم تعدي الفترة دي وتتحسن وتسيب الضعف ده للناس الضعيفة. انت في أول فرصة ضعفت وأدمنت، رغم ان في فرص كتير قوي تقدر تلي بيها نفسك، بس انت قررت تمشي في الطريق السهل. عافر يا محمد عشان تخف، شاب زيك المفروض يبقى طموح. محمد ابتسم وبدأ يسيطر على نفسه وقال بركاتك يا ست ندى، قدرت اسيطر على نفسي بفضلك انت. انا لما قررت اتعالج كان عشانك انت، واستحالة ومستحيل اخون ثقتك فيا. تصبحي على خير يا احلى ندى في الدنيا. الو. ايوه يا سيف، بقولك ايه، محمد مرنش عليك يطلب الجرعة؟ لا يا ريهام، وحقيقي مش عارف ليه، والمفروض اصلا الاعراض كانت ظهرت عليه من يومين، وكان المفروض يكلمني عشان يطلبها. الزفت ده لو ما طلبش الجرعه خطتنا هتروح في الارض، واتفقنا هيبوظ. اتفقنا اتفقنا ان محمد يكون ليا وندى تكون ليك، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، وانا مش هضيع فرصه زي دي، اللي عملناه ده مش هيروح بسهوله ابدا. طيب ولو كلمك في اي وقت عرفني. يلا سلام. انت اكيد دلوقتي مستغربين انا عملت كده ليه. اصل محمد يبقى حبيبي انا، وهيكون ليا، انا حبيته من قبلها، انا وهو اصدقاء، وكنت بعشقه مش بس بحبه، وهو ولا هنا، وكاني حاجه شفافه. انا حقدي زاد عليها بعد ما عرفت بحب محمد ليها خلال فتره صغيره، معقول حبها وانا اللي قدامه بقالي سنين ما حسش بيا؟ انا بكرهك، بكرهك يا ندى، وهدمرك. ايوه لازم ادمرك. عامله فيها الصحبه الوفيه وانت حبيتي حبيبي؟ انا عارفه انك ما تعرفيش ان ده حبيبي، بس برضو هدمرك بايدي يا ندى الكلب. انا بكرهك بكل ذره في قلبي، بكرهك. تاني يوم الصبح ندى صحيت وكانت حاسه بنشاط كبير قوي، اصل النهارده حبيب قلبها جاي يطلب ايديها من باباها، بس في نفس الوقت حست بخوف. ندى راحت اتوضت عشان تصلي فرضها، وركعت في الارض. يا رب يا رب ساعدني، انا بحب محمد قوي ونفسي يبقى هو جوزي يا رب. انا لاول مره في حياتي
أحب حد. ساعدني يا رب، لو في الخير قربوا مني، لو في الشر ابعدوا عني، ويا رب ما يكونش في شر. أنا حبيته قوي يا ربي، يا رب أهلي وافقوا عليه وما يكونش في أي شر ليا ولا ضرر. يا رب ساعدني وخليك معايا يا رب. خلصت ندى فرضها وقامت تجهز نفسها ووقفت قدام الدولاب عشان تنقي طقم حلو. ألبس إيه؟ تلبسي إيه يا بنتي يا ندوش؟ الموكوس على عينه جاي النهاردة. والنهاردة فرح يا جدعان، عايز كله يبقى تمام. يا سلام عليك يا بنت يا ندى لما تغني، صوتك تحفة فنية. وقال يقول لي صوتي وحش وجاية من روتانا سينما، قابل قوي وما بيفهمش. محدش مقدر جمالك يا بنت، المفروض تبقي مغنية ممثلة. لا 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 لا، انا المفروض ابقى ام كلثوم، احلى مني في ايدي. ده انا عليا صوت ملوكي. والنبي انا عسل اسود ومعبب بتين، عمال اغني وارقص ومبسوطه قوي، والراجل ممكن يترفض اصلا، يخرب بيت هبلي. لما اروح البس بقى. اهلا اهلا، انت العريس؟ ايوه انا العريس. قلتلي. ها بقى عرفني على نفسك كده. حاضر حاضر، انا محمد، مهندس معماري وعندي شركة معمار، وفتح جمعية خيرية للغلابة، وحالتي المادية كويسة جدا. وصدقني يا عمي، أنا هبذل كل جهدي في أني أخلي بنتك سعيدة وعايشة في مستوى اللي هي عايشة فيه. طب يا ابني، وانت عندك شقة؟ أيوة أنا عندي شقة كبيرة كمان. وعندك عربية على كده؟ أيوة طبعا يا عمي، ولسه جايبيها. بقولك يا والدي، ازيك يا محمد؟ ازيك يا ندى؟ بابا، بقولك ايه، انت لو موافقتش على محمد انا بقولك اهو ههرب معاه وامشي في الرذيلة، وانا بصراحة مستنية الفرصة دي. فالاحسن لك كده احمي بنتك من الفساد وجوزني الواد الغلبان ده. خايف عليا منه؟ عيب عليك يا والدي، ده انت المفروض تخاف عليه، تخاف عليه هو مني انا. مش بقيت تاني يوم جواز اكون جبت له جلطه وريحك وريح البشريه منه. يا لهوي عليك يا بنتي، حتى في المواضيع دي بتهزري، ده انت جننتينا كلنا. بابا نوع احراج ليا ولا ايه؟ شفت يا عمي، يعني المفروض بقى تقولي انفت بجلدك يا ابني، ده انا صغنن ومش مستغني عن عمري يا جدع. نعم نعم يا اخويا. يا محمد الكلب، انت تنفد بجلدك؟ ده انا اقطع جلدك ده حتة حتة وارميهم للكلاب ينهاشوا في جلدك. هموت منك والله، يخرب بيت جنانك. بس انا مش ايه. لا اوعى تكمل. بقولك ايه بابا، هموت نفسي من هنا. هموت نفسي من على الكرسي يا بابا، بقولك اهو هنتحر من فوق الكرسي. انا بحذرك، لو رفضت هنتحر وهعمل لكم جريمه هنا، مش هينفع. بطلي جنان بقى يا بنتي، اتكلمي بقى يا ماما. مالك يا ماما على طول ساكته ليه؟ ايش حال ما بنتك مجنونه ورغايه؟ نفسي اعرف بقى انت طالعه عقله لمين. انا شاكه فيكي يا وليه انت. اعترف يا بابا، انا بنت مين؟ اعترف يا عبد الحميد، انا بقول لك اهو. شكل بنتي الحقيقه اتبدلت في المستشفى يا عبد الحميد. خدها يا ابني من هنا، خدها وارحمنا منها، المجنونه بنت المجانين دي مش عايزها. ايه 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 بتقول حاجه يا راجل انت؟ بقول مش عايزك، ده انت يومك مش هيعدي. بنت بلا بنت بقى يا عم روح. شفتي يا واد يا محمد، حبيبتك ما بتخافش من الموت ازاي؟ كل يهون عشانك، ده انا كنت هموت نفسي من فوق الكرسي. ياه كانت هتكون موتة صعبة قوي. عندك حق بجد يا ندى، عندك حق، من على الكرسي مرة واحدة يا شيخة. ولا حاسة من نبرة صوتك كده انك بتتريق عليا. ولا تريقة ولا حاجة، وممكن بقى تبطلي جنان عشان اتكلم مع باباكي شوية جد. ارغي ارغي يا شبح الاشباح، يا بشت البشوات، يا نجم النجوم، يا عالمي.
ايه ده؟ بقولك يا عمي انا اسف جدا، عايزين حاجة؟ يلا مع السلامة. انا غيرت رأيي يا عمي. ايه ده؟ عندك حق يا ابني والله، اجري بسرعة. الحق اللي باقي من عمرك يا ابني. مش مهم يا امي، كل يهون عشان عيون ندى. بس ياض بقى واتكتم خالص واخلص بقى عشان عايزة اقرأ الفتحة واسمع بقى المأذون وهو بيقول جملته الشهيرة، وانا بقى زغرط وارقص واقول عقبال عندكم يا بنتي يا سفرة، اصلي بحب اكيد الناس قوي. واقعد بقى غيس فيهم. ايه ده في ايه؟ وكمان دبستيني في كتب كتاب مرة واحدة. اه يا اخويا، امال فاكر نفسك جاي تاكل شوكولاتة وخلاص؟ ده ايه الهم ده يا اختي؟ الظاهر كده انك تقيلة يا خيبة. يا سلام، تقيلة ايه يما؟ ده انا واقعة. ايه يما؟ بيئة يا بنتي قوي. اتكلم يا ابني، انسى مش هتخلص. ندى بلع راضي على طول. عندك حق يا عمي. ماشي، بص بقى يا عمي، اولا كده انا مش هبرر عن سبب ادماني، بس هقولك حكايتي. انا لما نزلت على الدنيا ابويا ما كانش موجود، ابويا كان ميت من وانا في بطن امي. ولما نزلت لقيت امي قايمة بكل الادوار على اكمل وجه، واعتبرت امي هي ابويا واخويا وكل حاجة ليا. ولما امي ماتت لقيت نفسي ضعيف اضعف مما تتخيل. ما كنتش قادر استحمل الصدمة وتعبت قوي ساعتها. وايامها بقى عرفت صاحب السوق وسوس في عقلي جامد جدا على شرب المخدرات. ساعتها بقى شربت عشان انسى واهرب. بس لما فقت كان متأخر قوي، وساعتها بقى قررت اتعالج. يا عمي انا مش وحش، بس ما لقيتش ظهري بعد امي. بص يا عمي، انا عارف ان يمكن اكون اناني اني افكر اخد واحده زي ندى، رغم يعني انها هبه وطقه شويتين، لكن ندى الف واحد يتمناها. صدقني يا عمي انا مش وحش، لا انا شاب عادي جدا وبيحب يعمل خير، بس ضعف. واحنا مش ملايكه يا ابني، احنا بشر، وعشان بشر فالبشر كلهم بيغلطوا، بس لازم نتعلم من اخطائنا. ايوه يا عمي عندك حق. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الحقوني تقريبا كده، بيني كده انا حاسه اني هعيط. لا لا فوق يا ندى، يا صغيره الحزن يا لوزه. يوه عكرت مودي يا منيل على عينك. انا قلبي رهيف ولا يتحمل، يخرب بيتك. نقرا الفاتحه بقى ولا ايه؟ ولا طبعا نقرا الفاتحه ونبل الشربات وهيسه وزغرتي يا ام سعد. عقبال عند عيالك. ايه ده في ايه يا عمي؟ بس يا بنت المتضايقه بقى، الله يا ماما الحقي الراجل بيشتمك. ايه انا متضايقه يا راجل؟ لا يا روحي، البنت بنتك هي اللي متضايقه. طب خلص بقى يا عبده. طيب نقرا الفاتحه. بعد ما قريت الفاتحه ندى كانت فرحانه قوي وبجد من كل قلبها، ومحمد حس براحه نفسيه. بس ساعتها محمد حس ان الحاله بتاعت امبارح بدات تظهر عليه وحاول يسيطر على نفسه. الخطوبه يا عمي، الخطوبه على اخر الاسبوع ده، وكتب الكتاب كمان اسبوعين، والفرح بعدها باسبوع. ها موافق صح؟ ايه ده، كنت عارف ان ست ندى هتاثر على نفوخك يا ابني. لسه شهر يا محمد على الفرح، ما نخلي الفرح بكره وبعد الفرح الخطوبه. يا بنت اخرسي بقى. هي يا عمي موافق يا ابني. زغرتي هبلة، زغرتي بسرعة قبل ما يرجع في كلامه. لا 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 ليك، ما بعرفش يخرب بيتك. بقولك يا محمد، قولي بعد كده بقى يا بابا. ايه بجد؟ انا عمري ما قلت الكلمة دي لحد، وبصراحة كان نفسي اقولها قوي. قولها يا ابني، واعتبرني من النهاردة زي باباك بالظبط. الله، حاضر يا بابا. تعالي بقى نسيبهم لوحدهم. ها
هاي يا عم الأمور، في ايه بقى؟ ندى، انا مش عارف مالي من امبارح، حسيت بحالة مش طبيعية، بنفس الحالة اللي كانت بتجيلي. ايه؟ نعم؟ انا مش عارف يا ندى، مش عارف ايه اللي بيحصل لي. لا استحالة ده يحصل. محمد انت تعالجت خلاص منه، واكبر دليل بقى في الفترة الاخيرة نوبة الادمان ما جتش تاني. محمد اوعى اكون رجعت المخدرات تاني من ورايا. يا محمد صدقني هتكسرني اكبر كسرة ومش هقدر اقوم منها تاني. اهلي واثقين فيك قوي، اوعى اوعى يا محمد تخزل حد فينا، ارجوك. انت فاهم يا ندى؟ افهمي بقى، انا لو كنت رجعت للمخدرات تاني انا كنت ليه هقولك اللي بيحصل لي؟ انا معرفش والله الحالة دي رجعت لي ليه، وانا استحالة اخون ثقتك فيا. ندى انا بحبك ومستحيل اعمل كده. طب ازاي بقى؟ بقولك ايه، اكيد ده وهم او الشيطان بيلعب في دماغك. اوعى المرة دي تقوله تعالى نرقص، يلا هرقصك انا بقى على الازاز. انا بقولك اهو. ايه ده وقته؟ حاضر يا ستي. محمد انسى دلوقتي الكلام ده، انا مبسوطة قوي. وانا طاير من الفرحة. بقولك ايه، انا مش مصدقة نفسي، هات ايدك كده. اتفضلي يا ستي. اه يا بنت العضاضة. ايه حمادة، رسمتلك ساعة في ايدك يا جدع. انا غلطانة يعني؟ قلت يمكن في وقت من الاوقات حبيت تشوف الساعة كام وتعرف تشوفها، وعشان لو تهت يعني نعرف نرجعك. مالك بقى يا مان، بقيت قفوش كده ليه؟ خليك فري واوبن مايندد. اخرصي يا بنت المجانين، يا بنت العضادين. انا مش عارف انا كان مالي ومال الحب بيها البت دي، دي جابت لي جلطة، لا 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 جابت لي شلل. اه هتشل. ولا انت قصدك ايه؟ قصدك انك ندمان ولا ايه؟ يالا قول كده وانا ارسم خريطة مصر على وشك. اه انت متعرفنيش. اه يا بنت المجانين، ماشي انا ماشي. ها يلا سلام، ده الواحد لو قعد معاك اكتر من كده هيتجنن جنان رسمي. والله طب وريني هتمشي ازاي. ما تمشيش يالا، استنى. لا همشي وهبقى اكلمك بقى عشان نروح نجيب الشبكة. يلا سلام يا حب. ايه ده، امشي غور غور. لمضة. محمد مشي وندى دخلت الاوضه وكانت فرحانه قوي وفضلت تتنطط على السرير، ودخل عليها ابوها. يا بنت عقلي بقى، ده منظر واحده هتفتح بيت؟ يخرب بيت جنانك. تصدق يا عبدو انا مش عارفه البت دي فعلا هتفتح بيت ازاي. ايه الاسئله الغريبه دي يا ماما، اكيد هفتحه بالمفتاح، هيكون بايه يعني؟ ايه ده، لا انا هتشل، انا كمان انا هروح انام احسن. روحي يا اختي. بقولك يا ندى يا بنتي. ايوه يا بابا اتفضل. انا حكمت على محمد من غير ما اعرفه، وشكله بصراحه شاب كويس جدا. ايوه يا بابا والله هو كويس قوي، ولو عرفته هتحبه قوي. ايوه يا بنتي فعلا عندك حق، وغير كل ده بقى كل واحد يتحمل اختياراته يا ندى. ده اختيارك انتي وانا مش همنعك، وبعد تفكير طويل قررت اسيبك تختاري حياتك. ايوه يا بابا صدقني مش هتندم والله. ماشي اتمنى ده يا بنتي. يلا يا حبيبتي تصبحي على خير، وانت من اهله يا بابا. يوه هو في حد يتصل بحد على الصبح كده؟ ده ايه القرف والهم اللي انا فيه ده. الو نعم يا سي محمد. قومي قومي يا اخرة صبري، قومي يلا عشان هنروح نجيب الشبكة. ايه ويا دبلت الخطوبة عقبالنا كلنا. اه هنبدأ بقى يا بنتي بقى، خلاصي ساعة وعدي عليكي. يلا سلام. اهبل وعبيط بس بحبه برضو. لا لا انا اللي مجنونة، ربنا يكون في عونه مني. والله لجننك يا محمد. انا خارجة يا بابا. ايوه محمد كلمني وقال لي انكم هتروحوا تجيبوا الشبكة. ايوه فعلا. طب يا ماما ايه بقى، مش هتيجي معانا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا تعبانه جدا، روحوا انتوا عشان كمان تكونوا براحتكم وانتوا بتختاروا الشبكه. ماشي يا حبيبتي يلا انا هنزل سلام. هي انا جيت.
جيتي نورتي يا خيبة، اركبي يلا. بس ياض وسوق وانت ساكت. ماشي يا اختي، ده انت هتاكليني. اه طبعا. امال ايه؟ امال بيه؟ ظريف. اتفضلي يا انسه، دي احدث انواع دبل الخطوبة. والله دي احدث انواع. ايه يا كحيان انت، دول شبه الخروف المحروق. ايه افندم؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اسكتي يا غبية. معلش هي بس دماغها هبة شوية او هبتين، ما تاخدش ببالك، خدها على قد عقلها. اه يا كلب البحر انت. يا بنت بقى لمي لسانك، ده هنروح في داهية. خرست. اتفضلي شوفي ده كده. ايه يا عم انت، ايه القرف ده؟ الله. ايه دي بقى يا بنت انتي؟ بقولك ايه يا عم انت، انا عايزة حاجة سيمبل ورقيقة كده وكيوت كده وتليق عليا. معلش بس ثواني، هو بالمنظر ده حضرتك كده رقيقة؟ ايه يا جدع بقى، هنغلط ولا ايه؟ لا يا فندم احنا اسفين. اتفضلي ايه رأيك في ده؟ شبه الخنزير. اه يا مصبر الوحش على الجحش. نعم يا اخويا. وبعدين معاكي بقى، ما تسكتي شوية. بس يا عم ده راجل متخلف، وسع كده انت مش فاهم حاجة، انا هضربه. يا بنت اسكتي بقى، هتودينا في داهية. وف بقى. ولا هو انت مع الراجل ولا معايا؟ قول الحقيقة ما تخافش. يا ستي بقى يا ستي، والله معاكي، بس الراجل كده هياكلنا، انت مش شايفة بيبصلنا ازاي؟ وانا برضو هاكله على فكرة، انا ندى يلا. اه صح صح، ده لو اداكي قفا هتموتي فيها. ايه بقى يا فندم، مش هنخلص وتختاروا؟ شوف شوف خلقه ضيق ازاي. خلاص اهدي. لا هنخلص وهنختار ان شاء الله. هيا ندى قرفتيني. مع اني ما كنتش عايزه من الراجل ده، بس خلاص مضطره. بقولك يا عمو انت، انا هاخد من ده وهاخد من ده وهاخد من ده. ايه حيلك حيلك، هو بنبوني او بنبوني، هتجيبهم لي ولا فركش الجوازه دي؟ خلاص يا ستي، طب خليهم اتنين يندوش. ماشي، دخيل قوي على فكرة. طب خلاص خلاص هجيب لك التلاتة. ايه ده بجد؟ شكرا. ماشي يا عم، مفيش حاجة تغلى عليك برضو. والله ربنا يكون في عونك، ده هتدفعك دم قلبك. خلاص بقى سيبها على الله. طب يلا يلا نمشي بقى، عشان انا زهقت من الراجل البومة ده. افندم. ولا حاجة، شكرا، باي باي. اسمعي بقى يا غلبوية انتي، احنا هنروح دلوقتي عشان نشتري الفستان، وعلى الله. ها على الله تعملي حاجة كده ولا كده؟ لا ما تخافش، اتكل على الله، عيب عليك. يا امي يا خوفي منك يا ولية انتي. ولية. يلا 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 نروح. حمودي انا عايزة ده. بس يا ماما ده عريان. رخم. بصي ده كده، ايه القرف ده، ده فلح قوي. تحبي تشوفي حاجة معينة؟ اه بشوف الموديلات الجديدة. طيب تشوفي ده كده. اوكي انا هدخل اقيسه. محمد ايه رأيك؟ الله ده تحفة يا بنتي. اه تحفة طبعا، ما انت هتقول كده وخلاص. هو انت حاسس بحاجة؟ ده الفستان كتم على نفسي ومش قادرة اتنفس، هرقص ازاي انا كده بقى؟ معلش استحملي بقى. ايوة طبعا، عايز تخلص مني. ها ايه ده، او ماي جاد، مالها دي؟ مالك يا عينيا، فيكي حاجة؟ بتقولي حاجة؟ لا لا ولا حاجة يا فندم. بجد الواد مز قوي، خسارة فيها البت دي. بت انا سمعتك، مز في عينك يا شيخة، لم عينك دي احسن توحشك يا شاطرة. هخزقها لك والنعمة. ايه ده بيئة قوي. اه طب تعليلي بقى يا ام بيئة. لا 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 خلاص ام سوري بجد. بقى انا بيئة يا ام رقبة معوجة انتي، يا ام شعر مكتكت. خلاص يا ندى حرام عليك. اه بليز خلاص سيبيني. ملكش دعوة، ايه ما تيجي تحضنها احسن. يا لهوي خلاص يا ستي اعملي اللي انت عايزاه، انا مالي. نو بليز، مالك ايه، بليز ابعدها عني. نعم يا عينيا. يبعد مين؟ ايه ده معلش كده، استنى محمد انت، دي بتتحمى فيك. لا 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 البت دي هتموت النهاردة، تعاليلي بقى. اه
حرام عليك يا مفترية، ربنا على المفتري والظالم. بقولك ايه، انا هاخد بقى الفستان ده ومن غير فلوس، خسارة فيها. لا 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 لا، ما ينفعش. على الله اسمع كلمة منك نببت. حاضر اهو. هموت. انت ازاي كده بت انتي؟ اسكت خالص. ها مش هتجيب البدلة؟ لا يا عم اجيبها ايه بس، مش ناقص خناق تاني. اعدل يا ود انت. بقولك ايه، هقتلك هنا، هعمل جريمة. جريمة ايه يا شيخة بس، اكتر من اللي عملتيها ده، انت فعصتي البت. ده واضح قوي انها كانت عاجباك، صح ولا ايه؟ والنعمة ابدا، هو انا قلت كده برضو؟ انا بقولك ايه، خلاص سكت، مش هتكلم خالص. ايوه كده تعدل يلا. هاي 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 يا اهل الدار، احنا جينا. لا اسمها المجنونة وصلت بس. يلا اهلا اهلا ببنت المجانين بنتي. بقى كده يا عبد الحميد، بقولك ايه بقى، البيت روش بوجودي، مش عارفة بعدي هتعملوا ايه. ما تشيليش هم انتي بس يا بنتي. ماشي يا مرات ابويا. انا يا بنتي. يا اختي. طيب سلام انا بقى واسيبها ليكو. ربنا يكون في عونكو. خد يا ابني تعالى. لا يا عم سلام. اوبا، ايه يا مزة المزز، يا ابيض يا جميل انت. الهي عرس هتعضك يا بعيد. مال القمر شايف نفسه علينا كده ليه؟ ها القمر في السماء يا حلة اهلك انت، حاسب بس تبص عليه احسن تتعامي. يا شرس والله. طب حاسب احسن اجيبلك كرشك نصين يا شبح انت. يا اخواتي عالجمال، ولا التوكة ولا اتلم. يلا بقولك ايه، خلاص خلاص. ده ايه ده؟ بعدها ندى دخلت المستشفى وراحت على اوضة ريهام، وسمعت ريهام وهي بتتكلم في التليفون، وساعتها ندى اتصدمت لما سمعت كلام ريهام. ايه يا عم ما بتفتحش بسرعة ليه؟ مفيش، كنت مريح شوية. ماشي. بقولك ايه، ها بقى وحشتك المخدرات صح؟ ده انا جبت حتة نوع، انما ايه، عنب. يلا يا محمد عنب. بس انا استنى يا عم قبل ما تتكلم، خد انا عارف انك اكيد محتاج. ايوه انا فعلا محتاج. طب يلا اضرب. ازاي يعني محمد كل ده ومكلمكش؟ اصلا الجرعة اللي اتحطت في العصير والاكل بتوعه كانت جرعة كبيرة جدا، يعني المفروض كان طلب الجرعة من زمان. ازاي بقى؟ لا مش عارف يا ريهام، انا حقيقي مستغربه جدا. خلاص انا عندي فكرة. بقولك ايه، انت تروح له وتديله الجرعة بنفسك. ايه رأيك؟ ايه بس ما اعتقدش ان هو ياخدها، ما هو رفضها المرة اللي فاتت. لا بقولك ايه، انا واثقة جدا المرة دي انه هياخدها، اصل المرة دي غير اي مرة فاتت. اوعى تنسى ان احنا المرة اللي فاتت كنا لسه في البداية بنسخن يعني، لكن المرة دي بقى هو مش قادر، واول ما يشوفها مش هيقدر يقاوم. انا عارفة. بقولك ايه، اسمع مني. فكرة والله، المشكلة بس ان هو كان شاكك فيها المرة اللي فاتت. ما انت برضو ما تستغباش وحسسه بالامان. قشطة قوي، تمام هكلمك واعرفك اللي حصل. اوكي مستنياك يا بطل، يلا توكل على الله. لا بجد برافو برافو يا ريهام، بحييكي. ايه ده ندى، هو انتي سمعتي؟ ايوه انا سمعت كل حاجة. ليه ليه كده يا ريهام؟ انا عملتلك ايه وحش؟ قوليلي عملتلك ايه عشان تحقدي عليا كده؟ ده انا صاحبتك اللي بتحبك، معقول تعملي فيا كده؟ انا مش قادرة اصدق، مش قادرة اصدق ان صاحبتي تعمل فيا انا كده. انا مش قادرة اتخيل، انتي الوحيدة اللي عارفة اني عمري ما حبيت في حياتي،
ويوم ما احب مستقطر عليا الحب ده ليه؟ انا عملتلك ايه؟ ليه بتأذيني؟ ليه؟ بقولك ايه، بطلي بقى تمثيل والشويتين دول. انتي اخر واحدة تتكلمي عن الحب والوفاء، عشان اللي بتتكلمي عنه ده يبقى حبيب صاحبتك. ما تستغربيش، انا بحبه وهو ولا هنا ولا حاسس بيا ولا حتى يعرف ان انا اللي يوم ما قلبي دق وحبه انتي حكمتي عليه بقى بالفراق. انتي بتقولي ايه؟ انا معرفش، ولو كنت اعرف استحالة احبه اصلا. انا مش زيك يا ريام، لو كنت اعرف كنت بعت حتى لو حبيتي. بس الحب مش بالعافية يا ريهام، هو ما حسش بيكي يبقى ولا كان يحس دلوقتي ولا حتى بعدين. هو انتي ازاي كده؟ ندى انا بكرهك، بكرهك يا ندى، بكرهك من كل قلبي. انا يا ريهام؟ ليه؟ انا عملت فيكي ايه؟ انتي عارفة انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا صاحبتي؟ نفسك في ايه يلي عملت عشانك كتير قوي؟ قولي انت نفسك في ايه؟ انا نفسي اشوفك وانتي متدمرة، نفسي اشوف دموعك بتنزل كل يوم منك، نفسي اشوفك وانتي الفراق بياكل في قلبك ونار قلبك محدش قادر يطفيها. وساعتها بقى هكون فرحانة، فرحانة قوي. لا لا لا، هكون اسعد واحدة في الدنيا. انا مش قادرة اصدق بجد، انا بكذب نفسي. هو اللي انا سمعه ده صح؟ انا مش قادرة اصدق. ايوه صح صح وصح وصح. هتندمي، هتندمي يا ريهام وهتشوفي. مش انا يا حبيبتي اللي اندم. يلا برا، مش عايزة اشوف وشك تاني. لا، هو يظهر كده ان انتي نسيتي ان دي المستشفى بتاعتي انا، يعني انا اللي هطردك برا وهتشوفي يا ريهام. من دلوقتي مع السلامة يا صاحبتي، باي باي. يوه، هو ما بيردش ليه ده؟ ايه ده؟ تليفونه اتقفل كمان؟ هو في ايه بالظبط؟ انا لازم اروح الحقه قبل ما ياخد الجرعة، لازم اروح له، انا عارفة مكان بيته. وانا فعلا محتاج الجرعة قوي. انا مش قادر فعلا يا سيف. ايوه يا سيف، انا لازم اخدها، مش قادر. ايوه يا عم، يبقى مستني ايه بقى؟ خد اضرب، ما تشيلش هم وانسى الدنيا وانسى كل حاجة. ما كنتش عايزة اضعف، بس انا حقيقي مش قادر. انا هاخدها، مش قادر. يا عم اضرب بقول، يلا بقى ما تخلص. ايوه ايوه حاضر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده يا محمد؟ انت بتعمل ايه؟ ها؟ انت ضعفت؟ محمد انت ضيعت ثقتي فيك؟ انا مش مصدق. لا 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 محمد، لا يا خسارة. في ايه مالك؟ فيها ايه يعني؟ واحد ومحتاج للجرعة وخدها بكل ارادته، مالك بقى؟ انت تخرس خالص واطلع برا. ماشي تمام. ايه بتبص لي كده ليه؟ ايه ها؟ انت ازاي عملت كده؟ انت كسرتني. انا قلت لك اوعى تكسرني. معقول كنت مستني تسمع مني اوعى تكسرني عشان تعمل عكسها؟ انا ازاي اخدت ضربتين بالقوة دي؟ صاحبتي اللي بعتبرها اختي وحبيبي اللي كل ما ليا، طب اقول ايه لبابا؟ اقول ايه لماما؟ اقول لهم بنتكم طلعت مضحوك عليها؟ ها؟ لا، ولا اقول لهم انا ظلمت روحي وحبيتك؟
عارف يا محمد، لو حد كان قالي انك خدتها بكل ارادتك ما كنت صدقت، لكن انا شفتك بعيني. ليه ليه يا محمد؟ وايه كمان بقى؟ نعم، انت كمان بتتكلم كده ليه؟ ها، بقولك ايه، انا خلاص اخدت الجرعه وعدلت الدماغ ومش عايز حد يطيرها. يلا يلا يا شطر امشي من هنا. ايه ده ايه ده، هو انت بتعمل كده ليه؟ هو في ايه بالظبط؟ بقولك ايه، انا مش عايز وجع دماغ، حلي عن دماغي، انا بقولك اهو. محمد فوق يا محمد. انا ندى، مالك؟ في ايه؟ لا لا مستحيل. انت عايزه ايه؟ بقولك ايه، امشي من قدامي حالا لا اعملها معاكي. ايه؟ لا لا لا، انت اكيد في حاجه غلط، ازاي اللي بيحصل ده؟ بقولك ايه يا حلوه، انا مش عايز وجع دماغ، انا عامل دماغ ودماغ عاليه كمان، بلاش تعكري مزاجي بقى، فاهمه؟ او اقولك تعالي تعالي جوه، ايه رايك تيجي نشرب كاسين كده؟ اه يا حيوان يا زباله يا واطي، انت فاكرني ايه يا زباله يا وقح؟ ايه طيب، اه انت بتضربني بتضربني يا محمد؟ بقولك يا بنت، انت هتيجي معايا جوه ولا اجيبك انا؟ محمد اوعى يا محمد، اوعى تعمل حاجه. لا يا محمد، انا ندى لو سمحت. اه طب اقولك استني بقى. ايه في ايه؟ ايه؟ اوه اوعى اوعى، سيب شعري، بقولك سيب شعري سيب شعري. بره بره، مش عايزه اشوف وشك تاني، اوعي تفكري تتكلمي معايا تاني، عشان هتشوفي يوم اسود يوم ما تفكري تيجي تتكلمي معايا. غوري بقى. ايه اللي بيحصل ده؟ ليه كده؟ ليه؟ ندى. ايه ده؟ نعم، عايز مني انت كمان؟ على فكره محمد مش زي ما انت فاكره خالص، ده انسان زباله قوي، ازاي واحده زيك تحب واحد زي ده؟ انا فعلا كنت هبله وغبيه، انا ما اعرفش ازاي صدقته، انا مش مصدقه. يا ندى انت جوهره، جوهره غاليه قوي، ولازم اللي ياخدك يقدرك. جوهره، اه صح صح، جوهره، عشان كده اتعمل فيا كل ده صح؟ لا اوعي تزعلي، ده ربنا بيحبك عشان كشفلك محمد على حقيقته. طب على اذنك على اذنك، انا لازم امشي حالا. بقى كده يا محمد كسرت ثقتي فيك، مدت ايدك عليا وكمان شتمتني، انت جنيت عليا يا محمد، جنيت عليا. امنيتك اتحققت يا ريهام دلوقتي، انا خلاص، انا نار قايدة في قلبي، انا موجوعة قوي. ايه ده مالك يا بنتي، بتعيطي كده ليه؟ ماما يا ماما الحقيني، انا ظلمت نفسي يا ماما لما حبيته، كذب عليا وخدعني وكسرني وصدقت حبه زي الهبلة، شفت يا ماما عمل فيا ايه؟ في ايه بس يا بنتي؟ مالك؟ اهدي، انتوا كلكوا كنتوا صح يا ماما، وانا اللي كنت غلط، يا ريتني كنت سمعت كلامكم، يا ريت يا ماما. حصل ايه بس يا قلب امك؟ مالك بس؟ طلع يا ماما بيشرب مخدرات تاني وكسرني قوي، انا صعبان عليا نفسي قوي يا ماما، مش قادره مش قادره اصدق اللي عمله. ايه نعم، انا كنت واثق ان ده اللي هيحصل. اسمعي يا بنتي، انا لما وافقت عليه وافقت عشان خاطرك، بس لازم تعرفي ان مصيره كان هيضعف، طبيعي جدا، واحد زي ده جرب قبل كده وكان باين عليه على فكرة ان الجرعة ما راحتش من جسمه، بس انتي عمية مش شايفة حاجة وبتفكري بقلبك وبس، نسيتي عقلك يا ندى. بابا
محمد ما كانش باين عليه كده، أنا معرفش إيه اللي حصل له. عارفة يا ندى، أنا كنت أتمنى إن محمد يطلع عكس توقعاتي، وللحظة كده حسيت إنه بني آدم كويس، بس طلع لأ، الفكرة اللي خدتها عنه كانت صح جدا كمان. أنا أسفة يا بابا، أنا فعلا كنت غلط في اختياري، أنا هسمع كلامك بعد كده، أنا مش عايزة محمد تاني، خلاص يا بابا، مش عايزة، أنا بكرهه قوي يا بابا، بكرهه. اهدي يا حبيبتي، اهدي، ما ينفعش تعملي في نفسك كده. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل بالظبط؟ وايه ده؟ في ايه؟ دي ندى كانت هنا. ايوه، انا ضربت ندى؟ انا؟ دي مستحيل ترضى تسامحني. انا ازاي اعمل في ندى حبيبتي كده؟ ازاي؟ انا لازم اكلمها. ايوه، انا فاهمه ان انا ما كنتش في وعي. اصلا ازاي انا ضعفت ليه؟ ايوه، سيف هو السبب. ايوه سيف، منك لله. انا هكلمها واحكي لها على كل حاجه، وهي بتحبني واكيد هتسامحني. الو، ايوه يا ندى. ندى، انسى ان كان في حد في حياتك اسمه ندى. خلاص، كل حاجة خلصت وانتهت، كل اللي بينا خلاص انتهى يا محمد. وإياك أشوف رقمك عندي تاني، أحسن قسما بالله أخلي بابا يسجنك. أنت سامع يا ندى؟ اسمعيني بس، أنا آسف، أنا معرفش عملت كده إزاي، والله ما كنت في وعي. بقولك إيه، غور بقى. إيه ده؟ يعني إيه؟ يعني كل حاجة خلاص باظت؟ مستحيل، مستحيل أسيبها، مستحيل. أنت؟ نعم يا سيف، عايز إيه؟ ندى، ممكن نبقى أصحاب؟ إيه؟ أفندم، ده ليه إن شاء الله؟ بص يا ندى، أنا مقدر إنك بتمر بفترة صعبة جدا، وأنا حابب أكون جنبك الصراحة. يعني يا ندى، أنا معجب بيكي جدا، ما تقلقيش، أنا مش مدمن زيه خالص. اديني فرصة خليكي تنسي الفترة دي لو سمحت يا ندى. طب تفتكر محمد عمل فيا كده ليه؟ وليه ضربني؟ وليه عمل كل ده؟ ما عرفش، بس اللي عرفه بقى انه انسان مش كويس. سيف، انا موافق. ايه؟ احلفي. ايوه يا سيف، انا موافق. حلو قوي. طب ايه بقى؟ اديني رقم. اوكي يا سيف، اتفضل. ماشي، ما انت طلعتي عسل اهو. شكرا. هاي، ازيك يا محمد، عامل ايه؟ مش عارف، انا مش كويس، مش كويس خالص يا ريام. ما ندى حكت لي بصراحة، انا مش عارفة ازاي ندى تصدق عنك كده بجد، دي انسانة ما يتمرش فيها حاجة. هي نسيت انت كنت بتعمل ايه عشانها؟ لا يا ريام، انا اللي غلطت، انا اللي ضعفت، وما اعرفش انا عملت في نفسي كده ازاي، مش عارف. ما تقلقش، انا جنبك، دي اصلا بنت مغرورة وشايفة نفسها قوي، مش عارفة على ايه. ريهام، لو سمحتي ما تغلطيش فيها، واسبيني بقى لوحدي شوية. طب على فكرة يا محمد، انا عايز اقولك حاجة. ماشي، قولي وتفضلي. محمد، انا بحبك يا محمد، بحبك من زمان قوي. ايه ده؟ ازاي بقى؟ بقولك يا ريهام، سيبيني لوحدي، اتفضل امشي. حاضر يا محمد. عدت الايام وندى بتعيط وحالتها صعبة جدا، وكل يوم حالتها بتسوء اكتر، وسيف بقى بيحاول يقرب من ندى وينسيها، ومحمد ريهام بتحاول معاه. الو، ايوه يا سيف، انا عايز جرعة، مش قادر، تعالى لي بسرعة، تعالى بالجرعة. عيوني، حاضر، الجرعة هتكون عندك، بس معلش يا صاحبي انا مشغول شوية، هبعت لك ريهام عشان تجيبها لك. يا سيف، اي حاجة، المهم الجرعة تيجي دلوقتي حالا، بسرعة يا سيف لو سمحت. حاضر يا عم، من عينيا. يلا يا ستي، ده على اخره، دورك بقى. ها،
جميل قوي. اوكي بابا، انا عايزه اقول لك حاجه. ايوه يا حبيبتي اتفضلي. في عريس متقدم لي يا بابا. ايه السرعه دي يا ندى؟ طب خدي فرصه انسي اللي حصل فيها. بابا انا كويسه جدا، هو جاي كمان ساعه، عن اذنكم هجهز نفسي. مش قادره مش قادره، بس مش لاقي حل تاني. انا لازم انتقم، لازم اعمل اي حاجه، ولازم اوافق. انا لازم اتجوز سيف. ايوه لازم. مساء الخير يا عمي، انا سيف. اكيد ندى حكت لك عني. ايوه يا ابني اتفضل اتكلم. انا يا عمي طالب ايد ندى، وبصراحه كده انا مش عايز خطوبه، انا عايز كتب كتاب وفرح على طول. نعم ايه السرعه دي يا ابني؟ معلش يا عمي اصلا انا مسافر. قلتلي. طب استنى يا ندى، يا ندى. ايوه يا بابا. سيف عايز يكتب كتب كتاب وفرح على طول. ها يا بنتي مبلمه كده ليه؟ موافقه ولا ايه؟ دي احلى جرعه. بصراحه كنت محتاجها قوي. طب بقولك يا محمد، هو انت ما تعرفش ان النهارده قرايه فتحت ندى، ويمكن كمان يمكن يعني يكون في كتب كتاب، وعارف على مين بقى؟ على سيف. ايه انت بتقولي ايه؟ انت جننتي؟ اكيد لا لي اكيد. والله زي ما بقولك كده بالظبط. لا مستحيل، انا لازم اروح معهم لازم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا لازم أعمل أي حاجة أو أروح لها. ندى ما ينفعش تضيع مني. أنا ما أعرفش إزاي أدمنت من تاني، أنا ما كنتش أدمنت غير حبها. ما أعرفش أنا إزاي عملت كده، أنا فعلا كسرتها قوي زي ما قالت. بقولك إيه، ما تسيبك بقى من ندى دي وتيجي نتجوز. أنا عايز أتجوزك، أنا بحبك قوي، بحبك يا محمد من زمان، وانت مش حاسس بيا. لا انت شكل حصل لعقلك حاجه، ولا معقول كرهك في ندى وحقدك منها وهمك انك بتحبيني خلاكي مش شايفه ولا حاسه ان دي صاحبتك اللي وقفت جنبك؟ بقولك ايه، انت عمرك ما حبيتيني يا ريهام، ده بس مجرد وهم مش اكتر، وهم انها ازاي معها كل حاجه بسهوله كده، وانت معكيش حتى قلب صافي زي ندى. ايه ده انت قصدك ايه يا محمد؟ قصدي بقى انك لازم تفوقي يا ريهام. اوعي اوعي تضيعي صديقه زي ندى، عشان اللي زي ندى فهو عمله نادره قوي. ايه معقول انا في عينك وحشه كده كده يا محمد؟ انا مش مصدقه. عملت لك ندى ايه؟ ها سحرت لك؟ شايف فيها ايه حلو؟ مالك انت ليه مش شايفني؟ ريهام مش انتي البنت اللي بحلم بيها خالص، ولا انتي اللي ينفع تكوني ام عيالي، انتي فهماني؟ خلاص يا محمد كفايه لو سمحت. لا مش كفايه، انتي لازم تفوقي. كفايه انتي بقى حقد وغيره، هتاخدي ايه من حقدك ده؟ واجهي نفسك بالحياه يا ريهام، وهتعرفي انك ما حبتنيش، بس المره دي بقى لازم تواجهي نفسك بجد. انت عارفه انا اخترت ندى ليه؟ عشان ندى بنت صافيه وقلبها صافي، وما تعرفش يعني ايه حقد، وده معناه انها هتعلم عيالنا العفو والسماح، وما يعرفوش يعني ايه حقد. انا اخترت ندى عشان بنت جدعه قوي، وانت بذات نفسك سبق وقلتي انها وقفت جنبك كتير قوي. ريهام انت لسه عندك فرصه للتغيير. بقولك يا ريهام، انا عارف ان انت اللي حطيتيلي المخدرات في العصير عشان ارجع للادمان تاني. هو انت فاكراني مش عارف ولا ايه؟ ايه انت عرفت ازاي؟ عرفت ازاي يا محمد؟ سهل قوي ان اعرف على فكره. ايوه انا عملت كده عشان بحبك. انا اتفقت مع سيف انه يجيب لي مخدرات وابدا الخطه،
وصف الصراحة كان أناني أكتر مني، كان عايز ندى تشك فيك وخلاني أكلمه، وفي الوقت ده أنا كنت عارفة أن ندى سمع الكلام وهو اداك الجرعة في وقت دخول ندى عشان تعرف أنك رجعت تشرب بمزاجك. إيه ده بجد؟ طب تمام، حلو قوي الاعتراف ده، كل كلمة انتي قلتيها متسجلة صوت وصورة كمان، ايه رأيك؟ ايه؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي زي ما سمعتي بالظبط. بقولك ايه، انا لحد دلوقتي بمد ايدي ليكي وهديكي فرصة تتغيري، عن اذنك انا لازم الحق حبيبتي ندى. وبرضو راجعي نفسك، اسمعي، اللي انتي فيه ده مش حب يا ريهام، مش حب، ده وهم. معقول؟ معقول انا غلط؟ انا لاول مره احس اني وحشه كده. معقول انا تعميد لدرجه بعت مبدئي؟ انا ازاي بقيت كده؟ ده مفيش ايد اتمدت ليا في وقت الضيقه غير ايد ندى، وانا عملت ايه مقابل ده؟ اذيتها بس وكسرت قلبها وجرحتها. انا اسفه يا ندى، يا ريت تسامحني، يا ريت، انا غلطت قوي. ها يا بنتي، ايه رايك بقى، موافقه؟ انا اسفه يا سيف، مش هقدر. ايه قصدك؟ ايه يعني سيف؟ انت انسان كويس جدا والف واحده تتمناك. اسمعني يا سيف، انا مش بحب محمد، لا انا بموت في التراب اللي بيمشي عليه. محمد ده عشقي. انت بتقولي ايه يا ندى؟ ده واحد مدمن وما يستاهلكيش. يا سيف انت عندك حق، محمد مدمن وبرضه ممكن يتعالج زي اول مره يعني. وبعدين ايه يعني مدمن؟ انا يا سيدي بحب المدمنين، وعلى فكره عادي يعني هيتعالج تاني. بابا انا بحب محمد قوي، ازاي يعني هقدر اعيش من غير حبه؟ ازاي قلبي هيقدر يقاوم البعد ودقات قلوبنا متواصله ببعض؟ انا اسفه يا سيف، انا بحب محمد قوي وما اقدرش اتجوز غيره، معلش. ايه امال جبتيني هنا ليه؟ ليه يا ندى؟ قولي انطقي. ايه يا ابني مالك مستعجل كده ليه؟ ما تقلقش، مش هتمشي وايدك فاضيه، هتمشي وايدك فيها كلبشات. ادخل يا محمد. اهلا اهلا بسيف صاحبي وصديقي، انا متشكر قوي يا عمي. ايه يا ابني، ما انا سبق وقلتلك قولي يا يا بابا. خلاص يا بابا ماشي. محمد انت هنا؟ ايه اللي جابك هنا اصلا؟ ها ايه دي بقى، وهفهمك على كل حاجة والله. اهدي يا ندى، هنفهمك على كل حاجة يا بنتي. هو في ايه بالظبط؟ في ايه يا محمد؟ انا مش فاهم حاجة. يا بجحتك يا اخي، ده انت طلعت بجح بشاك. دلوقتي البوليس جاي يقبض عليك بتهمة المخدرات، وكفاية قوي شنطة المخدرات اللي في عربيتك دي، دي لوحدها يا اخي تضمن لك 25 سنة حبس. انت انتوا بتقولوا ايه؟ ها اكيد الشنطه دي بتاعت المدمن ده، صح ولا ايه؟ مدمن؟ طب تفتكر اني هقع في فخك الفاشل ده يا فاشل؟ قصدك ايه يا محمد؟ انا مش فاهمه حاجه. انا هحكي لك على كل حاجه، نروح فلاش باك ونرجع تاني. اكيد انتوا مستغربين الحكايه، ما تستعجلوش كده، هنعرف دلوقتي كل حاجة. اضرب يا عم، مالك بقى؟ حاضر. في الوقت ده محمد رمي كيس المخدرات بانشغال سيب موبايله. تصدق انا كنت محتاج الجرعة دي قوي فعلا. في الوقت ده بقى جت ندى، وساعتها لما طردت سيف كان واقف سيف ورا الباب. ده واقف ورا الباب؟ كنت ناوي اعرف ندى الخطة، بس يلا مش مهم، هعمل ايه يعني؟ انا دلوقتي لازم امثل، وغصب عني لازم اجرح ندى.
بس عشان الخطه تمشي، ولو حكمت يعني انا همد ايدي عليها بس غصب عني. ده انا اتمنى ايدي تتقطع ولا تتمد عليها. نرجع بقى فلاش باك. طب وانت ازاي بقى كنت متفق مع بابا؟ ده انت يا ندى فضوليه جدا يا بنتي. بقى انت تبقى عارف يا بابا وتسيبني اتعذب كده. انت اب انت ماشي هوريك يا بابا. ايوه يا بنتي كان لازم اللعبه تمشي صح يا ندى، كان لازم. انا احكي لك يا ستي. اسمعي، بعد ما قفلت معاكي ولما رفضتي تسمعيني في الوقت ده كنت ناوي اعرفك، لكن انتي ما ادتنيش اي فرصة اشرحلك. نرجع بقى فلاش باك تاني. انت ازاي بتكلمني؟ انت ليه كاين تكلمني بعد اللي عملته في بنتي؟ انا لأول مرة اشوف بنتي ضعيفة كده، وبسببك انت واحد حيوان. لو انت قدامي دلوقتي كنت قتلتك بيدي. يا عم انت فاهم غلط، اسمعني بس. انا ناوي وقع اللي عمل فيا كده، وعشان اعمل ده محتاج مساعدتك ليا. انا فعلا في نسبة مخدرات في جسمي، وتعرض عليا من سيف اني اخد جرعة، بس انا استحملت العذاب واحتياجي للجرعة. عارف ليه؟ عشان ندى بس عملت كده. نسبة المخدر دي اتحطت في العصير، واكيد دي خطة من سيف، واكيد في حد تاني معاه، فارجوك ساعدني. يا عمي انا كنت مضطرة امثل قدام ندى، وعارف اني جرحتها قوي، بس كان غصب عني والله. ايه؟ طيب وايه بقى يضمني اني اصدقك اصلا؟ اسمع يا عمي انا مستعد امضي على شيك على بياض، انا ممكن اعمل اي حاجة. اسجني يا عمي بس اقف جنبي، انا استحيل اخون ثقتكم فيا. ماشي وانا موافق اساعدك يا ابني. الله انت بجد ما طلعتش بتضحك عليا؟ انا مبسوطة قوي، انا طايرة من فرحة. بس ايدك كانت تقيلة قوي، كنت غبي قوي على فكرة. خلاص بقى انا اسف والله اسف. يا ابن ايه هتغلط ولا ايه؟ ده انا اللي مفروض اغلط فيك. واستنى خد بقى. وديني ما انا سايبك، انا هوريك. انت فاكرها بالسهل؟ اصبر عليا يا محمد، اصبر عليا بس. يا عم ولا تقدر تعمل حاجة، غور بقى. اكيد وضحك كده. ويا سيف انت مطلوب القبض عليك خلاص، يعني فعلا مش هتقدر تعمل حاجة. صح، والبوليس على وصول. تستاهلها يا صاحبي، يا صاحب عمري. ماشي انا هوريكم كلكم، اصبروا عليا. انا الرائد علي، فين المتهم؟ اهو. ايوه يا علي هو ده. علي وانت يا اختي تعرفي علي ده منين؟ بقولك يا ندى، ايه الحالة رجعت تاني ولا حاجة؟ محتاجة عصير دم؟ اشرح لك ايدي ولا حاجة؟ لا محتاجة اقبض روحك. ايه ده يا امي في ايه؟ خلاص يا ستي احنا اسفين. ايه ده بقى في ايه ندى؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ بعدين خلاص اهدى يا محمد. والله ماشي، مش وقته مش وقته هزار يا علي، خد المتهم ده على الحبس وانت اهدى شويه يا محمد. تمام يا فندم. حبيبي محمد بلوه حياتي يا ناس. كارثه عمري عالم. لا انا مش بكلمك، مين الواد ده؟ ايه الرائد يعني؟ خلاص بقى ده كان عريس وجاي يتقدم لي وطفشته عشانك. ايه ده بجد؟ ايوه. هو عادي يعني تهزري معاه كده؟ خلاص بقى في حماده، ما تفكي كده. الله خليك فري واوبن مايندد. ماشي يا ستي، وحياه ربنا لو شفتك بتكلمي حد تاني خلصنا. ماشي. بقولك يا عمي، وبالنسبه لريهام بقى هنعمل معاها ايه؟ للاسف مش هقدر اعمل حاجه غير لما اسمع من ندى. هيا ندى موافقه اقبض عليها؟ لا طبعا يا بابا، دي صاحبتي واختي، ومهما عملت فانا مضطره اسامحها. ايه ده يعني ما اقبضش عليها يعني؟ لا يا بابا سيب الزمن يعلمها، انا مش زعلانه منها خلاص. خلاص بقى اقفلوا الحوار ده. هيا يا عمي كاتب بقى الكتاب الخميس الجاي. حلو قوي كده صح؟ انا موافقه طبعا بابا، اكيد انت موافق. يا ماما يا ماما بلي الشربات يا ماما. انا مبسوطه، انا بجد
مش مصدقة كل اللي حصل ده، ولا كأني في مسلسل هندي. أنا على فكرة كنت قاعدة جوه بس سامعة كل الحوار. إيه ده إيه ده؟ مين اللي بتتكلم؟ ماما؟ أخيرا سمعت صوتك، ده أنا كنت فقدت الأمل فيك يا شيخة، قلت الست غرقت جوه ولا حاجة. خلاص بقى، بقولك إيه يا محمد أنت، ده أنا هوريك. ليه بس يا أخرة صبري؟ بقى كده تكدب عليا يا حمودي وتضربني جامد كده؟ أيوة كان لازم أعمل كده عشان مصلحتنا. سيف ما كانش سهل، وما كنتش عايز أعرض حياتك للخطر. طب دلوقتي أنت محتاج للجرعة؟ على فكرة أنت أكيد جسمك فيه نسبة مخدر. لا يا ندى، أنا أستحمل كل حاجة عشانك. اللي بيحب حد لازم يستحمل أي حاجة عشانه، وأنا حبيتك. لا أنا أدمنتك. قصدك يعني اني مخدرات يا ولا؟ ايه ادمنتني دي؟ ده انت بنت فصيلة ومش رومانسية كمان. ندى ومحمد كتبوا كتاب واتجوزوا، بس هما في الفرح. ندى، ينفع اقولك اني بحبك قوي يا اغلى اخت وصاحبة؟ انا اسفة يا ندى، سامحيني. وانا مش زعلانة منك يا هبلة، انا بحبك قوي والله. الف مبروك يا محمد، انا فعلا رجعت نفسي زي ما انت قلتلي، وطلع عندك حق، انا عمري ما حبيتك. انا ما كنتش عارفه انا ازاي وصلت للدرجه الحقد دي، انا رجعت منها خسرانه كتير قوي. انت ما فيش اجدع منك، انت اجدع واحده يا ندى، انا فعلا بحبك قوي والله. خلاص بقى يلا عشان نرقص. وبكده خلصت الحكايه خالص. نصيحة مني ليكم، الحقد والغيرة ما بيعملوش حاجة غير انهم بيأذوا صاحبهم. كل واحد فينا وعنده جماله الخاص وحاجة تميزه عن التاني، وعشان كده بقول لكم حبوا نفسكم وحبوا صحابكم وبلاش الأنانية. هستنى اعرف رأيكم في القصة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.